الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم عن رمز الطائر، بس في فرق بين الطائر الجارح والطائر اللطيف. الطيور الجارحة زي الصقر والبازي والنسر، كل دي اللي يشوفها في المنام دلالة على ملك يأتي لبني آدم، وعزة ونصر ورفعة. من أفضل الأشياء اللي ترى في المنام الطيور الجارحة، إلا إذا شفته بيهبشك أو بيعضك أو بيقطع من أجزاء جسدك، فهو للأسف ظفر عدو عليك. أما بقى بالنسبة للطيور، طيور الخراب اللي هي إيه؟ اللي هي الحداية والغراب والبومة والخفاش، كل دول يندرجوا تحت الفواسق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجار من البومة والحداء والغراب، فلذلك رؤيتهم في المنام والعياذ بالله لازم تنتبه، لأن معنى في حد كاذب وفي حد ليس أهل لصحبتك هيتواجد معاك، وتنتبه أن في حد بيحاول جاهدا لخراب بيتك. أما الطيور اللطيفة الوديعة مثلا زي الحمامة، مش هنقول العصفور لأن العصفور أصلا يعتبر رجل قوي منيع، ولكن الحمامة أنثى جميلة، وكل ما كانت لونها أبيض فهي ذات عز وشرف ويعني بنت أصول. اللي يشوف الحمامة في المنام معناه إن هو يرزق أنثى، أنثى من أفضل الإناث. بكده نكون وصلنا لآخر معلومة الرمز. معلومة اليوم هي التليباتي. التليباتي يعني إيه؟ يعني التخاطب عن بعد بس بالرؤى وليس بالكلام. يعني اتنين بيحبوا بعض، عايزين يوصلوا معلومات لبعض، لازم يكونوا أهل لذلك. يعني ما ينفعش يكون هي عندها الأهلية لذلك وهو ما عندوش، مش هيستقبل، فلازم يكونوا الاتنين أهلية لذلك الاستقبال. فبترسل له معلومة أو ترسل له رؤية، بتعملها بطريقة روحانية توصل له، فبالتالي يصل ما تريد قوله. كانوا بيستخدموها في الحرب العالمية الثانية لأنهم كانوا بيلعبوا على الأعصاب. فإحنا في هذه الحلقة بنوضح يعني إيه التليباتي، هو التخاطب عن بعد.